اليوم غادي نخدم معاكم البوراك، يجي مبروب ومستف كما راكي تشوفي ومقرمش، والحشوة تجي بنينة لدرجة ما تصوريهاش. راح نخدم معاكم كذلك بوراك في الفرن بالماء. كيفاش تخدميه بالماء؟ بقاي معايا دوك تشوفي، لانه الوصفة هذه تستحق التجربة. جربيها قبل رمضان واعتمدي عليها في شهر رمضان كريم، لانه مستحيل تقاومي البنة تاعها. فهذه هي كما راكم تشوفوا، درت وريت لكم تاع المقلي، وهذا اللي في الفرن بالماء. يجي محمر ويجي مقرمش، ودوك تسمعوا قرمشه، شوفوا الله يبارك. تدبيره ولا اروع، غادي نعطيها لكم في هذا الفيديو، راح تنفعكم بزاف في شهر رمضان الكريم. لذلك ننصحكم باش تشاهدوا الفيديو من الاول للاخير، ضغطونا على زر لايك، ربي يحفظكم ان شاء الله. اشتركوا في القناه، بارطاجوا باش تعمل فائده على جميع. بسم الله نبدا الوصفه وطريقه التحضير. نحتاج الى حبه بصله تكون كبيره، نقطعها الى قطع صغيره، ما تطحنيهاش في الاشوار. البوراك عمرك ما تطحني له البصل، خليه هكا الى شرائح رقيقه، يعطي لك بنه وحلاوه ما شاء الله للحشوه تاعك. في هذه الاثناء وجدت المقله درت فيها شويه تاع زيت، قد ما سخن شويه حطيت البصل. نخلي البصل يتقلى على نار متوسطه، نزيد على البصل كميه من الدجاج المفروم، كفته تاع الدجاج، تقدري تضيفي قطرات قليله من الماء على اللحم المفروم او الدجاج المفروم باش ينتحل معك، ما يبقاش هكا شد روحه. هنا نديرو توابل اللي هما ملح، فلفل اسود، وراس الحانوت. طيب من بعد نجيب قطعة من الجبن، الجبن الطري، نمرسها كامل على هذاك الدجاج، ونزيد نضغط عليها بهذه الطريقة باش هذاك الدجاج كامل ينتحل. نزيدو زوج حبات بيض، تقدري ديري حبة إذا كان عندك كمية كبيرة، تقدري ميم تضحفي الكمية تاع البيض. نحركو المكونات جيدا، أنا نار متوسطة. من بعد نزيد المعدنوس كمية لا بأس بها، ونحرك المكونات فيما بعضهم البعض. وهنا مازال راني شاعلة على النار، والنار تكون هادئة. نجيبو شوية تعليم، عصير ليمون، نعصرها من فوق ونطفي عليها النار، والحشوة تاع البوراك تكون واجدة معنا. نخلوها تبرد جانبا، وبعدين نكملو نصفها في رحبة. بعد ما تبرد الحشوة نجيب أوراق الديول نحلهم من الكيس، نجيب كامل هذوك الأوراق نطويهم على زوج بهذه الطريقة، نحدد هذاك الخط في الوسط وبالمقص المقص. الكميه اللي نعرف مازال ما نخدم بها ندسها في الكيس، نغطيها باش ما تنشفليش. وهذه العلبه اللي غادي نحط فيها البوراك. نجيب نصف ورقه تاع ديول، نكون وجدت شويه فرينه، خلطها مع الماء، هذيك غراء للبوراك تاعي. الحشوه راهي بارده، الملعقه الصغيره نحط في الوسط، شوفوا وين حطيتها. نزيد مغرف واحد اخرى، غادي نخدمو بالمغرف صغيره تاع القهوه، زوج مغارف تاع حشوه والمغرف تاع القهوه، نطوي بهذه الطريقه ونخلي هذاك الطرف يكون مستقيم، ما نعوجهش. اذا عوجته الحبه غادي يبقى لي فيها الفيد، وغادي كي طيبي تجي مقرمشه في الجوانب وتنحرق بالخف، وما تجيش شكل تاعها شباب. بعد ما استفته وبقى لي هذوك الجوانب نيشان ماشي عوجين، غادي نبدا نطوي ونجبد هكذا باش تجي الحبه بومبي، ما تجيش مصوطه هكذا. في النهايه تاع الاطراف هذوك
نفوت عليهم شوية من هذاك الغراء تاع الفارينة والماء ونغلق. نتحصل على هذه الحبة تاع البوريك مبرومة وشابة، نزيد شوية تاع غراء لهذيك الطبقة الزوجة هكذا. ما كاش أسهل من هذه الطريقة، جربوها هكذا. والحشوة تكون كامل في البوريك، يعني مشي في الأطراف تكون خاوية. صحيح فهمتوني، نجيب هذاك الغلاف تاعها نلويها فيه بهذه الطريقة هاكا، تحافظ على البوراك تاعك يعني ما يخسر لك ما والو كي دسيه في الثلاجة. ملاحظة، انا ما نطولش عليه، يعني اذا كان اليوم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وصلنا رمضان ان شاء الله بالصحة والهنا، كان غدوة من داك رمضان نوجده اليوم باش نربح شوية وقت، نوجد كمية تاع يومي 3 ايام ولا 4 ايام كحد اقصى، 4 ايام ما نشدش يعني مدة طويلة تاع سيمانة ولا 15 يوم، لانه غادي يخسر لك. حتى لو درتي في المجمد تعاودي تجبدي تودي لتحت في الثلاجة يطلق الماء. عاودت معكم هذه الحبة باش تشوفوا. اهم حاجة كي تبداي تطوي هذيك الورقة تاع الدول على الحشوة لازم تكون جهة مستقيم، ما تكونش مايلة، باش كي تبداي تدوري تجيك هذيك هي. مام الحبة تجي بومبي، نديلها هذا الفرينة مع الماء كغيرة مليح بزاف، خير من البيض، يلصق علامة ما تخافيش كاع تنتحلك في المقلة. نغطيها بالكيس ونحطها في العلبة. هذه الحبة تاع البورك اللي خدمتهم الآن غادي نقليهم في المقلة نورمال. اما بالنسبه للبورك اللي غادي ناخذها معكم دروك تاع الفرن غادي ندير له الماء. وهذا الورق تاع ديول هي نفسها اللي خدمت بها دروك صحيح، فغطسيه في الماء، خرجيه مباشره نفضيه واحد شويه من هذاك الماء، حليه عادي وعمريه بنفس الطريقه اللي درناها مع هذا البورك. نعطيكم ملاحظه بالنسبه للبورك اللي يكون رهيف بزاف وطري، يعني وتعرفي اذا دخلتي في الماء وخرجتي غادي تقطع، فغير مسحيه من الفوق بالبينسو، ماشي تغطسيه ديريكت في الماء، مسحيه غير بالماء هكا من الفوق هذا مكان كي شغل ترشيه. واذا كان كيما تاعي هذا النوعيه تاعه يعني ما مخشين هذا شغل غطسته كاع في الماء وخرجته ولويته كيما راكي تشوفي وما تقطعت ليش ابدا، فعجبتني هذه النوعيه تاع الديول مليحه. شوفوا كيفاش لويتها وشفتوني كيفاش غطستها في الماء، ما تقطعت ما والو. غادي نزيد نحط لها شويه من هذا الغراء تاع الفرينه والماء نلوي. نعطيكم ملاحظه، وانت تخدمي في هذا تاع الفرن شعلي الفرن تاعك يسخن، يعني متخليش يقعد كيما هذا اللي درناه الاول، لا تاع الماء مباشره غطسي في الماء خرجي نفضي عمري لوي حطي في البلا وطيبي. فهذه هي. حتى البوراك اللي يكون ضارب على الهواء وباغي يبسلك جيبي غمسيه في الماء خرجيه وبداي تخدمي به وطيبيه في الفرن، ودعي لي يجي بزاف شباب كشو راك تخدمي في البوراك التركي. فهذه هي كما راكم تشوفوا. بالنسبه للنوعيه تاع البوراك ديول تختلف، يعني كان يكون هشيش بزاف ويتقطع بالخف، فننصحك باش غير بالبينسو تشمخيه ولا ترشيه، تكون عندك قرعه فيها تاع الماء سبيسيال هكا تاع الطيب، رشي شويه تاع الماء حطي الحشوه ولويه بهذه الطريقه. ملاحظه اخرى، ما تخليش يطول كيما هذا البوراك اللي خدمناه ناشف، لا مباشره غير تلويهم. دوك نوري لك كيفاش ديري، تحطيهم في البلا تاعك تدهنيهم شويه تاع السمن ولا زيت اللي عندك، انا نبغي السمن خاش السمن يجي صافي ما فيش الماء والحليب. معاكم هذه الحبه ونوريكم هكا باش تشوفوا بلي ما تقطع لي ما والو، وتنوعي خطره ديري لهم هذا خطره ديري لهم المقلي. بالنسبه لي ما يبغوش ثاني البوراك مقلي في الزيت، هذه مليحه بزاف
خوتي خواتاتي، لا نسيتوا تضغطون على زر لايك الان، اضغطونا على زر لايك. الله يعطيكم الخير ويفرح قلوبكم ان شاء الله في هاد الايامات، وان شاء الله في رمضان يا ربي. اللي عنده كاش امنيه ان شاء الله ربي يحققها له في الخير يا رب العالمين، و ربي يشافي كل مريض يا رب العالمين، قولوا امين. ربي يشافينا ويشافي كل مؤمن، يشافي والدينا ويرحم كل امواتنا يا رب العالمين. هنا بعد ما خدمت هادو الحبات كما راكي تشوفي مباشره نحطيهم في البلا، عاد هنا طولت انا عليهم شويه، قد ما كملت كامل الحبات اللي عندي عاد وليت لهم. انتي شوفي شديري، جيبي البلا تاعك دهنيه بشويه تاع سمن ولا زيت ولا مارغارين اللي عندك، دوبيهم احسن. لكن كما قلت لكم انا نبغي نخدم بالسمن، سمن نوعيه تاع صول، يعني ها ماهيش ببليسيتي ولا، بصح صول ما فيش الريحه يعني جاي شباب بزاف. يعني بالنسبه للنوعيه تاع السمن كاع كامل اللي سيتهم مملح كاع لي مارك. نحط الحبات هادو كما راكي تشوفي في البلا، نزيد ندهنهم بشويه من الفوق بشويه تاع السمن، خلي لي سباس بيناتهم الفراغات هكا باش يطيبوا كذلك من الجوانب. البيض هنا نعطيكم ملاحظه، قادر كنت كتري لها البيض قادر الحبه تاع البورك تطردق، فهمتي؟ ما تكثريش البيض، حبه ولا زوج ما تزيديش فوقها، صحيح؟ هذه ملاحظه مهمه كذلك دوها بعين الاعتبار. درت الحبات تاع البورك يتقلوا لي في المقله، وهادو لي في الفرن طابوا لي ما شاء الله عليهم. سمعتوا طابوا محمرين من تحت ومن فوق. هذا عدك خليته يبرد شويه، عدك قدمته لكم ومازال محافظ على القرمشه. وهذا اللي نقلي فيه الان نحطه في ورق ماس كذلك. شوفوا الحبه كي جات مبرومه شابه شهي ما شاء الله عليها. في الاخير نزينهم شويه تاع الليمون مع الدنوس ونقدموهم. جاكي شغل سمعتوا قرمشه، جاكي شغل بوراك تركي. وهذا البوراك درناه في المقله، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ويدخل علينا رمضان بالصحه والهنا. اي سؤال استفسار خلوا لي في التعليقات نجاوب عليه، لايك واشتراك ما تنساوش وبارطاجو باش تعمل فائده على الجميع. سلام.